Харичия, руси сергей лавров были готовы принять большое количество, в том числе иностранных студентов, однако удерживающие харьков украинские власти отказались этот коридор открывать и вообще создается впечатление по этому и некоторым похожим эпизодам, что украинский режим не прочь إذا نتابع معكم هذه الكلمة لوزير الخارجية الروسي كما تحدث مراسلنا أنس وأيضا منى أبو دياب عن المواقف يبدو أن الجولة الماضية من المحادثات كانت من المفترض أن تتبنى وأن تبني جسرا لخروج اعداد كبيره من منطقتي شرق اوكرانيا لكن بحسب مراسلين يبدو ان هذه الممرات لم تعد امنه ويبدو انها ترجح بفشل هذه المفاوضات نستمع اذا لوزير الخارجيه الروسي بكل ما يلزم لذلك والاهم من ذلك اخراج هؤلاء الاجانب والمبادرات الانسانيه وكذلك نفسي. ايضا تعزيز امنهم من خلال او بواسطه القوات الروسيه المتواجده هناك والان حصلنا على معلومات تقول بان في جمهوريه دانسك صرحت بان سلطه ماريوبل ترفض تقديم امكانيه للسكان باستغلال الممرات الإنسانية للخروج منها والتي قام بفتحها الجنود الروس وكذلك أيضا في مدينة خرسون <applause> عندما قامت وزاره الطوارئ الروسيه بفتح ممرات انسانيه وقد وصلت الى هذه المدينه لمساعده الناس هناك وكانت وزاره الطوارئ ترغب في توصيل المساعدات الانسانيه لكن سلطات مدينه خرسون رفضت هذه المساعده. طبعا هناك الكثير من المعلومات التي تتطلب التحقق منها لكن هذا يشابه تماما تصرف النظام في كييف والذي ينطلق فقط للأسف من تصعيد الأوضاع باستخدام الكراهية ضد روسيا ولا تؤثر لديه النتائج التي تؤثر على مصائر المواطنين المدنيين في بلاده. السؤال الى معالي الوزير لافروف كما اشرت كانت هناك جوله ثانيه من المفاوضات قد اجريت بين روسيا واوكرانيا فما هي الخلافات الاساسيه وما هي توقعات موسكو هل من الممكن اجراء جوله ثالثه ومتى لا اريد هنا تكرار ما هي نقاط الخلاف بيننا فلقد كان هناك تصريح علني بان هذه الظروف التي نعتبرها جزء لا يتجزا من تسويه الازمه في اوكرانيا لازاله هذا التهديد الذي نتج عن سنوات او منذ سنوات من قوات الناتو في ضد روسيا الاتحاديه في اوكرانيا ولقد تحدثنا عن هذا الامر خلال خطابات الرئيس الروسي وكذلك ايضا عبر الوفد المفاوض من روسيا وبالطبع هذا يتضمن مشكله الناجمه من النازيه هناك لان انتشار النازيين والقوميين المتشددين بدعم من الاوروبيين يهدد بشكل مباشر امننا بالاضافه الى ذلك النقطه الثانيه ان الاعتراف بان جمهوريه القرم هي جمهوريه روسيه وهي حقيقه لا بد من الاعتراف بها وكذلك أيضا الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المستقلتين وكذلك أيضا اتخاذ الاجراءات المرتبطه بذلك. أما فيما يتعلق بآفاق المفاوضات فإن المشاركين الروس ينتظرون أية معلومات من قبل الجانب الاوكراني كما هو الحال في الجولتين الاولى والثانيه من المفاوضات كان الوضع مدهشا قليلا. ويثير الاستغراب لان كلا الوفدين اراد المفاوضات ولكن الجانب الاوكراني مع اهتمامه بتسويه الاوضاع كان دائما يبحث عن زرائع للمماطله و في بدء اي لقاء وكانوا يتاخرون ويؤجلون مواعيد اللقاء ونحن قد حصلنا على مساء امس حصلنا على رد من قبل الجانب الاوكراني لاجراء مفاوضات وجوله ثالثه من المفاوضات من الصعب هنا التعليق على المفاوضات وعلى سيرها ولكنها تعطي قليلا من الايجابيه والتفاؤل ولكن هذا على خلفية التصريحات العدائية لزيلينسكي وكذلك أيضا من خلال تهديداته لدول الناتو والدول الداعمة له لقد اتهمهم بأنهم عاجزون عن العمل والمساعدة وكان يأمل بمساعدة لتلقي مساعدة منهم، هل كان يأمل في أو ينتظر تسوية الأوضاع من خلال تدخل حلف النيتو وليس عبر المفاوضات؟ نحن نسمع تلك التأكيدات التي تصدر من واشنطن ومن برلين ومن باريس وغيرها من العواصم بأن حلف النيتو لا يرغب في أن يكون طرفاً أو يشترك في هذه الأزمة ولكن هناك استفزازات تجري لإقحام الناتو في مواجهة مباشرة مع روسيا فإذا كان هذا المزاج موجودا لدى السلطات في أوكرانيا ويمكن أنهم يستخدمونه اليوم ولكن هذا التصعيد العسكري يدل على أن المفاوضات غير مرحب بها من قبل زيلينسكي ولكننا سنأمل بالأفضل السؤال موجه لمعالي الوزير الروسي معالي الوزير لافروف السؤال عن افاق تحقيق تقدم في المفاوضات الخاصه بالبرنامج النووي الايراني هل يمكن ان نعلق امالا على ان الاتفاقيه سيتم تجديدها في الوقت في وقت قريب يجب أن نحدد أولا ما المقصود بالوقت القريب أو الفترة القريبة العاجلة فهذا مفهوم مطاطي وفضفاض فلقد قطعت الاطراف المتفاوضه شوطا كبيرا في هذه المفاوضات وتم التاكيد والاتفاق على الكثير من البنود لكن تبقى بعض المواضيع والمسائل التي من خلالها يرغب الجانب الايراني في الحصول على المزيد من التوضيحات لا اريد هنا ان اتحدث عن تفاصيل بعينها لكن من جانبنا نعم أن الطرف الإيراني وافق على كل شيء فيمكن إطلاق عملية اتخاذ هذه الاتفاقية لكن نرى مشاكل في الفترة الأخيرة تخص مصالح روسيا، فكما تعلمون إن خطة العمل الشاملة المشتركة للملف النووي الإيراني تعني التزامات متبادلة من قبل إيران بما يخص حجم ومعايير برنامجها النووي، وكذلك أيضا التزامات من قبل الدول المشاركة الأخرى في المحادثات بتنفيذ المشاريع بمشاركه روسيا والصين لتطوير البرنامج النووي السلمي في ايران ضمن اتفاقيه عدم انتشار الاسلحه النوويه، وكذلك ايضا بتوافق تام مع مراقبه وتفتيش الوكاله الدوليه للطاقه النوويه. ومن جهه اخرى يلتزم وتلتزم الدول الغربيه بالعوده الى الاتفاقيه التي تم التوصل اليها عام 2015 دون وجود اي معوقات لاطلاق العلاقات التجاريه والاستثماريه مع ايران وكذلك ايضا رفع جميع المعوقات للتعاون العسكري التقني مع ايران وكل الامور كانت تسير بشكل جيد الا ان هناك عقوبات كثيره يفرضها الغرب على ايران وكما يبدو انها لن تنتهي حتى الان وبالتالي هذا يتطلب تفسيرا كبيرا من قبل الحقوقيين والقانونيين قبل كل شيء ونحن نحتاج الى ضمانات بحيث لا تؤثر تلك العقوبات على نظام العلاقات التجاريه والاستثماريه الموجوده ضمن خطه العمل المشتركه للملف النووي الايراني نحن طلبنا من الجانب الامريكي الذي يتحكم بكل شيء تقديم ضمانات مكتوبه بان تكون العمليه الحاليه التي اطلقتها الولايات المتحده <applause> لن تنتهك حقوقنا بشان العلاقات الاقتصاديه والتجاريه والعسكريه والتقنيه مع جمهوريه ايران وشكرا جزيلا لكم